شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى عضو وفد الشبهة البرلمانية في حلقة نقاشية حول حماية حقوق الأقليات نحو تشريع شامل لمكافحة التمييز ولفتت رمزي لأن مملكة البحرين لديها رصيد متميز على صعيد نبذ جميع أشكال التمييز العنصري وترسيخ قيم التعايش السائدة بين جميع مكونات المجتمع البحريني ونشر ثقافة احترام الآخر ونبذ العنف ومكافحة التعصب وأوضحت أن السلطة التشريعية تحرص على سن القوانين والتشريعات التي تحظر التمييز وتعزز حقوق الإنسان فضلا عن المشاركة في كافة المحافل البرلمانية المعنية بمكافحة التمييز